السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ترى ايه الفرق بين communicate اللي هي معناها يتواصل لما يجي معاها with او يجي معاها in او يجي معاها by؟ ده اللي هنعرفه النهاردة ان شاء الله. This is Mr. محمد طلحة and you're watching Learn English with Mr. طلحة. حبايبي ان شاء الله النهاردة هنتكلم عن communicate. communicate بمعنى يتواصل. communicate ساعات بلاقي وراها with وساعات بلاقي وراها in وساعات بلاقي وراها by. communicate with معناها يتواصل مع، يعني لو انا هجيب حرف الجر with هيجي وراها الاشخاص اللي انا بتواصل معهم، يعني I can say I can communicate with deaf people، يعني انا بقدر اتواصل مع الصم. تاني I can communicate with deaf people، يبقى هنا communicate with جبت الناس اللي انا بتواصل معها. اما communicate in بتيجي مع اللغات، يعني انا بجيب in لما هجيب احنا بنتواصل باني لغة. يعني لو انا قلت لك we communicate in English، we communicate in English يعني احنا بنتواصل باللغة الانجليزية، يبقى اذا انا بجيب مع communicate in اذا جي بعدها لغة. طيب امال ايه communicate by؟ قال لي communicate by بجيب الوسيلة اللي انا بتواصل بيها. تاني communicate by بجيب الوسيلة اللي انا بتواصل بيها. يعني لو انا قلت لك deaf people communicate by using sign language، تاني deaf people communicate by using sign language يعني باستخدام لغة الإشارة، فهنا جبت الوسيلة اللي هم بيتواصلوا بيها، فعشان كده جبت حرف الجر by. يبقى إذا communicate with بجيب الناس اللي أنا بتواصل معاها، communicate in هجيب اللغة، أما communicate by هجيب الوسيلة. وده كان الفرق بين communicate with, communicate by and communicate in. Thank you very much for watching, but don't forget like, share, subscribe and don't forget the bell so that you can watch all our episodes. هو هتنسى صلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Goodbye. السلام عليكم.